عدد جديد من برنامج رواق، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. تحل علينا الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية في ظروف خاصة تعيشها البلاد من حراك شعبي ومواعيد انتخابية هامة، ونغوص في هذا العدد من برنامج الرواق في واحدة من أعظم الملاحم التي شهدها العالم. ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة كتبت بدماء جزائرية وأرخت لميلاد جمهورية جزائرية حرة ديمقراطية، ثورة كان بطلها الأول والوحيد الشعب الجزائري. إذن مشاهدينا، نقف عند هذه الذكرى بحضور السيد منتصر أوبترون، صحفي مهتم بالتاريخ. أهلا بك سيد أوبترون. أهلا بكم وصحة عيدكم. يحق أن يكون أول نوفمبر عيد الشعب الجزائري. سيد أوبترون، أكيد أنه الذكرى هي ذكرى عزيزة على كل الجزائريين. لو نعود إلى تفاصيل هذا اليوم الفاتح من نوفمبر. الفاتح من نوفمبر أسماه المستعمر أسماه لاتوسان، عيد كل القديسين. ويمكن أن أقول الآن في 2019 أن كل القديسين مجتمعين عجزوا على وقف تفجير هذه الثورة التي فتحت الباب إلى استقلال الجزائر بعد كفاح دام أكثر من 124 سنة. يعني مرة بعدة مقاومات كانت لها نقائص وكانت لها إيجابيات ووعي يعني تكون منذ يعني القبائل الأولى المتيجة التي يعني كافحت نزول يعني الجيش الفرنسي، مرورا بثورات حتى نصل إلى القرن يعني 19 وميلاد ما يسمى الحركة الوطنية والحركة السياسية بمختلف أجنحتها. وكانت في الحقيقة انطلاقة فشلت في ماي 45، ولا أجد أصدق من ديفال الذي قال أن بعد القمع الرهيب في سطيف وخراطة وجنمة قال بأنه يعطي السلطات الاستعمارية 10 سنوات لتغير من طريقة تعاملها مع هؤلاء الجزائريين، وإلا الانفجار سيكون. وكان الانفجار في أقل يعني في 9 وليس في 10 سنوات بعد مخاض كبير ليس اليوم الحديث عنه. المهم في أول نوفمبر انطلقت أولى العمليات على يعني مستوى الوطن. العملية العسكرية كانت ضعيفة جدا ولكن كان لها معنى مرعب نظرا لتوزعها الجغرافي على كل يعني القطر الجزائري. عندما نرى صحافة تلك المرحلة اندهشوا على عملية التنسيق، ولكن يجب أن نقول أن التحضير لأول نوفمبر وقع في ظرف عصيب، في ظرف صراع بين يعني أجنحة الحركة الوطنية الاستقلالية، لأن منذ 8 ماي الأحزاب كانت متخوفة من الشعب أن يعني يفجر صيرورة عنف هم لا يريدونها، وكانوا يخافون من ردة فعل الفرنسية مثل التي قامت في 45. وتحدث هنا على الأحزاب الحركة الوطنية، الحزب الشيوعي، لدما، جمعية العلماء، كان نوعا كان ارتباك ولم يكن استعداد، يعني كان خوف من المستعمر وخوف من الشعب أن ينفلت أو يتجه. لكن المجموعة التي بادرت بتفجير الستة وقبلها يعني الكوريا التي فجرت ثورة قامت بها ونجحت، ربما الذين تخوفوا معهم حق، ولكن بعد 62 التاريخ أثبت أن أعطى الحق لهؤلاء المجانين بين قوسين. تحدوا يعني قوة استعمارية أنجزوا شيئا لم يكن يستطيع أحد يعني عاقل يتصور أنها يعني في الحقيقة بأيادي شبه عارية. حتى العمليات التي برمجوها يعني في أول نوفمبر فيها مثلا فيها خطط لهجوم على سكنات عسكرية لاسترداد السلاح في باتنا، في خنشلة، في بوفاريك، في بريدة وفي وهران، لم تنجح أي واحدة لأسباب يمكن أن نتعرض لها. مثلا في بوفاريك تمكنوا من دخول سكنة يعني مركز الحراسة
حيث كان جندي جزائري يعني كان كومبليس معهم وهو بن طوبال سليمان أخ بن طوبال يعني من قادة الثورة، ولكن تم تفجير بعض القنابل قبل الوقت على 11:30 مما أثار حفيظة يعني سكنة، فتمكنوا من استرجاع فقط تلك الأسلحة التي كانت متواجدة بمركز الحراسة ولم يستولوا على مخزن السلاح. نفس الشيء بالنسبة لسكنة، لكن تعد هذا التاريخ يعد الانطلاقة الحقيقية للثورة الجزائرية. يعني كان رعب ولم يكن انتصار عسكري، ولكن كان أرعب يعني أرعب المستعمرين وأرعب حتى هؤلاء المتخوفين. كيف تفاعل الشعب الجزائري حينها مع هذه الشعب الدولة؟ الجزائري بعد أحداث أول نوفمبر بقي يعني يتفرج. العملية لم تكن يعني الشعب جاء بعد صيرورة، الشعب نجده أنه اقتحم الثورة مثلا في وهو اليوم اندلاع الثورة بالمعنى الشعبي للكلمة في 20 أوت 55. هو كان فيه بيان الفتح من نوفمبر، نعم، تم فيه توضيح كل ما ستقوم به المجموعة في تلك الليلة على حسب ربما معرفتي للشعب الجزائري. يعني كانت فيه النقاط نعم، ولكن مجمل النقاط التي تم أقيم بها، تم سحب يعني هذاك التراكت النداء تاع نوفمبر الذي يعني تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع وقع في لابوينت فيسكاد، ولكن الشعب لم يكن يعلم بهذا. يعني الشيء الوحيد الذي يعني أذيع بقوة هو الكومينيكي البيان نتاع الغوفرنور جينيرال اللي يقول انه مجموعه من يعني من البنديه من المجرمين يريدون اشعال النار والشعب براءة منه، يعني البروباغندا التي تواصلت حتى وقامت يعني الصحافه تحدثت على عمليات، وفي صوت القاهره تحدث على مثلا الصحافه نجد انها تحدثت على 30 عمليه، في حين أن راديو القاهرة تحدث على 70. وفي الحقيقة راديو القاهرة لم يخطأ، ولكن راديو القاهرة أذاع ما أعطاهم يعني بوزياف عندما خرج، يعني أعطوا أخبار عن العمليات المبرمجة، بينما في الصحافة في الجزائر تحدثوا عن العمليات التي أنجزت، وهناك عمليات يعني لم تنجز، وكان يعني نقص سلاح فظيع. كما تعلمين هم الستة في اجتماع 24 أكتوبر وقع ارتباك وطرحوا آخر سؤال، قالوا هل نفجر الثورة ثم ننظمها أو ننظمها أي نجمع السلاح ونحضر لها ونفجرها؟ بالتالي اتفقوا على النقطة الأولى نفجرها، واتفقوا أن يلتقوا يعني بعد 3 أشهر في جانفي يعني 55 لي يعني دراسة الحصيلة وإعادة يعني التنظيم، لكن رد الفعل الفرنسي خاصة في الأوراس والقمع الكبير لم يسمح بيعني يقع هذا الاجتماع، وبقيت الأمور هكذا، وبقي التركيز خاصة على الأوراس. يعني قصف بدأت أولى مراكز التجميع والمحتشدات، يعني قمع رهيب مما دفع في شمال القسنطيني، كانت يعني العملية نوعا ما ضعيفة لأنه كان هناك في البداية مشكل، مجموعة قسنطينة تراجعت مجموعة 62 مما أدى إلى إرسال ديدوش مراد إلى هناك، وقاموا بعمليات واستشهد ديدوش مراد في 18 جانفي يعني مبكرا، ثم أخذ زمام الولاية زيغود يوسف الذي قرر أن يفجر على مثل أول نوفمبر، ولكن ليس في منتصف الليل، منتصف النهار، وضرب حوالي 60 مركز استيطاني سكنات، وكانت كما يقول المؤرخون أن الثورة بالمعنى الشعبي انفجرت في أوت 55 في الشمال القسنطيني. سيد أوبترون، تحل أكيد هذه الذكرى على الجزائريين في ظروف استثنائية، ما دلالة هذا اليوم وما إسقاط ربما هذا اليوم على تاريخ الجزائر ومستقبلها؟ يعني أستطيع أقول أن غدا الشعب الجزائري سيعيش أول نوفمبر، و
وفعلها في جمعة 5 جويلية. 5 جويلية في الحقيقة كان عرسا، كان عرسا ولم يحدث منذ الاستقلال عادة كأيام الاستقلال التي نرى صورها اليوم، 4 أيام خرجت النساء، خرجت يعني كل العائلات الجزائرية 4 أيام وهم لا يصدقون الاستقلال. يعني كان حلم، كان فرح كبير، وللأسف هذا الفرح انتهى بمواجهات من أجل السلطة في 62، وخرج الشعب في مظاهرات المعروفة في أوت 7 سنين بركات، عندما رأى أن يعني جزائريين يتقاتلون بينهم من أجل السلطة، وكان ذلك لدخول بدخول جيش الحدود. المهم بعدها جرت الانتخابات وسارت الأمور في ظروف لم تكن، يعني كان الشعب الجزائري ينتظر أحسن من ذلك. واليوم أظن أن هذا الشعب أحس بضرورة استرجاع سيادته كما يعني أعطاها له الدستور في اختيار النظام والأشخاص الذي يريد. وأظن أنه منذ 22 فبري وهو يطالب بهذا، يطالب بممثلين حقيقيين، يطالب بإنهاء وضع حد للفساد، يطالب حتى يعني استمرار سياسة ما يسمى الاستعمار الجديد في نهب الثروات. هذا الشعب يريد أن يكون سيد نفسه، وأعتقد أنه غدا سيعبر عن ذلك يعني وسيشهد العالم. وهو أبهره منذ 22 فبري بسلميته العظيمة وبيعني محافظته على يعني على المنشآت وعلى وطنه. والآن يعني الشعب يعني في تلك المظاهرات دائما لم تكن جمعة غاب عنها شهداء، لم تكن جمعة لم ترفع فيها يعني بورتريهات ديدوش، بورتريهات حاسبة من بعلي، وحتى في الشعارات نجد حتى عندما تضيق بهم ينادون الشهداء. يعني غدا ستكون أيضا دليل وفاء، دليل وفاء اليوم الشهداء. سيد أوبترون ينامون قريري الأعين مرتاحين على مستقبل الجزائر؟ شخصيا أعتقد أن الذين فجروا الثورة يعني ما سمي المجانين كانت لهم قناعة وإيمان بأن هذا الشعب الجزائري شعب حر ومصمما على البقاء حر. ونجد هذه الجملة أنها هي ديباجة، الجملة الأولى في دستورنا، الشعب الجزائري شعب حر ومصمما على البقاء حر، البقاء حر. Le peuple algérien est un peuple libre décidé à le demeurer. الحراك يثبت يعني هذا اليوم، وأيضا يعطي الحق لقناعة الشهداء الذين ما كانوا ليطلقوا يعني تلك الثورة لو لم تكن لهم ثقة في هذا الشعب الذي يخرج اليوم للحراك، يعني الجزائريين العاديين. ونجد المقولة الثانية يعني في الشعب كأداة كذخيرة للثورة، ما قاله بن مهيدي، ارموا القوا بثورة للشعب وهو سيحتضنها. وما زال سي عثمان بالوزداد طال الله عمره، نظن سنين فقط من 22 لما زالوا حيين، يذكر أنه عند ديدوش كان شاب صغير، عندما أخذ مجموعة ليجتمعوا في سالومبي اجتماع 22 كان حديث، فعندما بقي قلق قال لهم ديدوش إذا فعلا هذا الشعب برميل من البارود سنكون نحن المفجر. سي سو بوبل اي ريالمون ان باريل دو بودر nous allons être le détonateur. ils l'ont été رحمهم الله. سيد أوبترون، هل تعتقد بان من يعني تقلد الحكم على مدى السنوات الماضيه خان امانه الشهداء، ولو انه يعني مصطلح الخيانه لا يمكننا ان نلصقه بكل الشخصيات الوطنيه؟ لا أتحدث عن الشخصيات الوطنية، ولكن يمكن أن أقول أن ثمن الذي دفعناه، الذي دفعه الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته وكرامته، يعني يمنحنا
يمنحنا نظاما أحسن من الذي حكمنا كثيرا. ربما لست أغالي أو أجازف، لم يدفع في التاريخ شعب ثمن حريته مثل ما دفعه الشعب الجزائري، لا الشعب التونسي مثلنا، لا الشعب المغربي، لا الشعب المصري ولا غير، لأننا بكل بساطة يعني تقريب 20% من السكان يعني دفعوا دمهم، وأنا لا أعد يعني عدد الشهداء منذ الإنزال الفرنسي في 14 جوان في شاطئ سيدي فرج، وكل الجزائريين جاءوا ليدافعوا على الجزائر عكس ما يراد اليوم من تقسيم وتفتيت. مثلا عندما نتحدث على أهل التطري على القبائل، لم ينتظروا حتى تصل فرنسا عندهم، بل نزلوا يعني الأوائل منهم سقطوا في سيدي فرج، ثم في معركة ستوالي، ثم في في دلي سيدي يخلف، ثم بعد ذلك مع مقاومات متيجة حتى وصل الاستعمار، لم ينتظروا ليالي وحال. إذن الشعب الجزائري منذ البداية واجه المستعمر بالتضحية وبالدم. عندما أذهب إلى تاريخ إخواننا في مصر، مثلا نزول بونابرت في مصر بحملته في 1798، الآن يدرسون على أساس أن عصر النهضة عصر الحضارة، نحن لم نعتبر دوبورمون حضارة ولا شيء، واجهناه بالدماء، تغلبوا علينا بالتكنولوجيا بعد الثورة الصناعية بالارتيري، ولكن المعجزة عدد الجزائريين المسلحين عندما دخلت فرنسا كان أهم وأكثر بالأسلحة من عدد الجزائريين الذين قاموا بتفجير أول نوفمبر. الأقلية النوعية يعني هي اللي طلعت الفارق. ثم اقتحم الشعب، لأن الشعب كان معبأ، عبته الحركة الوطنية منذ العشرينات وكان ينتظر. وأظن أن يعني كانت آخر محطة عندما كانوا شهودا على مجازر الاستعمار الفرنسي في ماي 45، لأن فرنسا كانت معقدة لأنها انهزمت في الحرب، فيعني أخرجت سمومها في يعني نعم في الشعب الجزائري. ثم آخر ضربة كانت انتخابات 48 التي قادها نيجيلان. منذ ذلك الوقت أصبح أغلبية الجزائريين لا يثقون كثيرا بالأحزاب السياسية، وبقوا هم ينتظرون من سيقول لهم فقط احملوا السلاح لينطلقوا. لم تعد لهم قناعة أو إيمان، لأنهم رأوا ودفعوا الثمن. فجاء أول نوفمبر، انطلقت ثورة ثم يحمل آمال الجزائريين. نعم. سيد أوبترون، اليوم الجزائر في مفترق الطرق، اليوم بعدما كان نوفمبر أو الفاتح من نوفمبر يعد تاريخا جامعا لكل الجزائريين، فيه مخاوف اليوم من انقسامات بين من يؤيد الذهاب إلى انتخابات ومن يعارض، وهذا أمر ربما منطقي ومقبول، يعني من حق كل إنسان أن يؤيد أو يعارض الذهاب إلى الانتخابات. هذا لا يقسم بلد، بالعكس أن الاختلاف الأعمى في يعني بلد ديمقراطي، أن نختلف لسنا متعادين، ولكن هناك فعلا هي ظاهرة صحية، هناك محاولات لتقسيم هذا البلد، ومحاولات خطيرة يعني، وتم تجريب بعضها من أجل فصل، من أجل الهجوم على منطقة معينة، من أجل تحريض منطقة يعني بمساندة خارجية على إخواننا المذاب، على القبائل بين العرب، ولكن الشعب أظهر في الحراك عظمته، أنه لم يسقط في هذه يعني محاولات التفرقة، وبالعكس الشعب تعلم في مسيرات الجمعة والثلاثاء، تعلم كيف يحب بعضه بعض، تعلم الاحترام. شاهدنا كيف مثلا في مدينة مثل العاصمة نجد كل فئات المجتمع من العجوز إلى الرضيع، والكل يسير والكل يتعاون، وأصبحت يعني الشارع نظيف. هذه قفزة نوعية أظن أنها ستكون ذخرا للجزائر، وهي ضمانة على أن هذه الجزائر لن تنقسم، وأنها ستصل إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى الكرامة وإلى سيادة الشعب. سيد بوترون، السيادة الجزائرية اليوم مهددة، لأنه في حال ما إذا دولت القضية الأمر لن يكون بالهين على كل الجزائريين، كيف يمكن للوصول إلى حل عبر هذه الانتخابات، عبر آليات سياسية يرضي هذا الشعب الجزائري؟
أظن أن التدويل يعني على المستوى الشعبي مرفوض. الشعب الجزائري ربما يختلف على كل شعوب العالم إلا هذا المسألة. كما يقولوا في الدار أنا نجبدوا مشعر مشكل عائلي خلونا وأظن أن الشعب الجزائري مستعد للانتخابات ربما ليس بالصيغة التي يراها وأنا أوافقه في الرأي، لأنه فعلا هناك ضرورة الحديث، ضرورة التفاوض، الحوار، أقول التفاوض. مثلا أنا من مناصري الحراك، عنصر من الحراك أعتبر نفسي، أنتظر تفاوض. عندما يأتيني مسؤول سياسي ويقول أن الجيش يعني يخرج من حوار، لا، أنا أريد أن أتفاوض مع جيشي. إذا ما تفاوضش مع الجيش تاعي مع من؟ تفاوض مع الجيش تاع فرنسا. بالعكس، يجب أن نجلس نحن كجزائريين أدلت، نعرف الثمن اللي دفع لهذه البلد، ونتحادث ماذا نريد أن نفعل بهذه البلد، ثم نضع الآليات. موقف الجيش ألا تراه حكيما إلى غاية الآن؟ الجيش في الحقيقة يعني هو قال بأنكم تريدون تغيير، فعلا اذهبوا إلى انتخابات رئاسية، يعني عبر الصندوق يأتي رئيس المنتخب الشرعي الذي يريده كل الشعب الجزائري. أعتقد أن الموقف هذا هو موقف يعني ربما هيئة في الجيش. الجيش مثل الشعب، يعني مثل المؤسسات الأخرى. يعني احنا في الجزائر نختلف على ربما دول أخرى، الجيش شعب والشرطة شعب، عكس دول أخرى عندها تقاليد تاع العسكراتية أو غيرها. نحن عندما تحدث عن الجيش نلتفت، أجد ابن عمي، أجد أخي، أجد ابني، صحيح، لم نأتي به من المريخ. وربما في الجيش محتار ويعني وتؤلمه وضعية البلاد ربما أكثر منا. يعني نحن لا نفرق، أنا أعتقد أن ما يقوله الشارع يعبر على فصيل كبير داخل الجيش، داخل الشرطة، داخل الدرك، يعني هذه التفصيلات. أظن أن هناك مشكلة منذ 62، مشكلة يعني وقع في 62 معروف، دخلنا الاستقلال في حرب أهلية، وقع صراع من أجل السلطة. أوضاع في 62 جعلت مثلا أن الانتخابات لم تكن في الحقيقة انتخابات، ويجب أن نقول هذه الحقيقة، ويجب أن نعود إلى تاريخنا حتى نصنع عكس حقيقي، ريتروفيزر حقيقي، ولا نبني على أوهام وخطابات جف. يعني الوضع اليوم هو تراكمات منذ الاستقلال وحتى منذ قبل الاستقلال. يقول لك أن متطلبات المرحلة كانت تفرض على الجزائريين وحتى على قيادات التي كانت حينها هذه الحلول، يعني كانت في حلول أخرى. اليوم نحن في 2019، يعني هناك تطور رهيب في العالم، وعلينا نحن من مصلحتنا أن تكون لنا انتخابات شفافة، مؤسسة عسكرية قوية احترافية، يعني فيها أعظم كفاءة الأمة، لأن مهمتها هي حماية الوطن. والشعب الجزائري لا يريد أن أربيتراج ترونجي، تكلمت على التدخل الخارجي، لن يترك الشعب حتى وإن تركت السلطة. وهناك بعض الأطراف يعني مسؤولين يعني خذلونا بمحاولة الاستجداء، لا نستجدي بأحد. أنا أعرف مع من أتحدث، ابن جلدتي، ابن وطني، الأمر لا يعجبني، أقولها وأعيدها. ويعني أعظم شيء حققه الشعب الجزائري ورفع شأن الدولة الجزائرية هو هذا الحراك. تعلمين اليوم أن كل دول العالم بالمجار يتابعون، وهم يرون يعني ظاهرة لم يعرفها التاريخ، أن تخرج جماهير بهذه الحشود. هم حتى في المظاهرات عندما يخرجوا مليون عندهم مارج يقدروا يقعوا قتلى حتى 10 في مسيرة تاع مليون، يعني حاجة عادية. رأوا أن الجزائريين يمشون بعشرات الملايين، الحمد لله لم تسقط أرواح، لم يخرج. هذا أمر مشرف أكيد. سيد أوبترون، الوضع السياسي الحالي أكيد ألقى بظلاله على بعض المسائل التاريخية، من بينها ملف الذاكرة، هذا الملف الذي ما يزال حبيس الأدراج. تراجع الخطاب الرسمي الفرنسي وتراجع حتى الخطاب الرسمي الجزائري من حيث مطالبة الدولة الاستعمارية الفرنسية بالاعتراف بجرائمها أو تقديم اعتذار.
بالنسبة للدولة الفرنسية نحن نعلم لماذا، نحن نعلم لماذا، لأن ما وقع لم يذكر حتى اليوم من البشاعات، من يعني الجينوسيد، الإبادات إلى آخره. فإن إمعان فرنسا على الكاتب الكذب أو تلطيف مثل ما حاولت في مجلاتها الشيطانة في الأول قبل أن ترزق، لكن بعد أن سالت يعني وديا من الدماء، اليوم كما يقول صحفي فرنسي يعني مشهور يعمل على مسائل تاع الذاكرة كلود ليازو، يقول لا فرانس ا بور دو سو روتورني de voir son visage dans un miroir qui risque de lui refléter une image qui est contraire à la grandeur nationale. الحقيقة حقيقة ما حدث بالنسبة لفرنسا يعني يحشموا به. لماذا لم تحقق السلطات الجزائرية تقدم في هذا الملف؟ هذا المشكل، لأن نحن في هذه الحرب نحن الطرف الضحية، من المفروض تقال الحقيقة. وهذه أيضا من يتحمل المسؤولية سيد أبو؟ أظن أن السلطة ربما في الأول نتكلم على الأقل على السنوات القليلة الفارطة. نعم، آخر مرة ذهب وزير المجاهدين وفتح ثلاث ملفات من بين عديد الملفات، متجارب النووية والمفقودين ومسألة ثالثة الأرشيف. لماذا لا يعطونا أرشيفاً؟ لماذا أرشيفنا الذي الناس طولوا عليه؟ مثلا عندما استشهد عميروش، عندما استشهد زيغود، استرجعوهم وثائق، لماذا لا يعطوها لنا؟ فرنسا ما زالت تستعمل أيضا هذه الورقة. ولا أخفي أيضا أن ما هي الأهداف؟ ما هي أهداف فرنسا؟ أهداف فرنسا هي محافظة على مصالحها، هي الضغط، هي الابتزاز. ما تزال ليس من الصدفة أن تكون لنا مثلا مسألة مجاهدين مزيفين، وليس من الصدفة أن فرنسا يعني من حقها أن تتوغل يعني دواليب كل السلط لأجل ضمان مصالحها. العيب فينا. لماذا نحن لا ندافع على ذاكرتنا؟ لماذا لا نعمل من أجل استرجاع تاريخنا؟ مثلا في آخر تصريح له سيد أوبترون وزير المجاهدين طيب زيتوني، قال بأن فرنسا تتماطل في هذا. تتماطل فرنسا؟ فرنسا لا تريد. فرنسا سترزخ عندما تجدنا وقفنا، عندما نشترط مصالحها نتفاوض عليها. حتى في بيان أول نوفمبر نجد إعلان الحرب، ثم نجد في أحد النقاط أما إذا أرادت فرنسا أن تتفادى تتفادى الدماء ونصل إلى اتفاق يضمن لها يعني مصالحها التي اكتسبتها شرعيا. لا أعلم إن كان الاستعمار يمكن أن يكتسب شرعيا ولا إنها مكتوبة في أول نوفمبر. هنا يأتي التفاوض. نحن لسنا في هذه الحالة. نحن الأموال ذات دورة يعني مثلا كيف اليوم استغلال غاز الشيست؟ سيد أوبترون، بالعودة إلى الحديث عن فرنسا، كيف تعلق عن موقف فرنسا حيال ما يجري في الجزائر، تسارع الأحداث مؤخرا؟ فرنسا بالطبع عندما ترى الحراك فرنسا متخوفة، ويحق لها أن تتخوف، إن لها مصالح، لذلك هي ستدفع دائما كيف أو من يحافظ لها على مصالحها. وهذا معروف الآن، حتى نرى مثلا مؤرخ كبير شيوعي فرنسي شارل أندري جيليان اللي عنده كتاب عظيم إفريقيا الشمالية تسير. شارل أندري جيليان قال في 58 أن في سنة 58، شوفي التطور تاع الثورة، عندما جاء دوغول إلى السلطة، جاء يعني عن طريق انقلاب، قال بعد مجيء دوغول إلى السلطة لم تعد فرنسا تريد منع استقلال الجزائر، بل فقط تريد وضعه في يد فئة تخدمها. فانسيتاسيون تاع مؤرخ. وصلت الفكرة. بعد دخول ما يسمى بالعصابة إلى السجن، هل تعتقد بأنه تقلمت أظافر من كانوا يخدمون فعلا مصلحة فرنسا في الجزائر؟ أظن أن المخالب ما زالت كثيرة جدا خارج السجن.
يعني لا أعلم أين ستصل هذه الأمور. نعم هناك من نهب، هناك من يعني حتى المحاكمة ربما خيانات، يعني الأمر جم، الأمر كبير جدا، وفضلوا أن يحسم في إطار سيادة الشعب وبعدالة مستقلة، ولكن ما زال فرنسا لا تزال ولن يعني فرنسا الرومبار، الحاجز الوحيد هو هذا الوعي الشعبي. أكبر حاجز ضد فرنسا هو سنحسبه بعدد الذين سيخرجون غدا في أول نوفمبر على اختلافهم، على اختلافهم. طيب سيد أوبترون، الجيل الجديد ناقم أكيد على سياسات سابقة، سياسات المسؤولين السابقين، كيف يمكن اليوم أن نزرع الأمل في هذا الجيل الجديد دون أن ننسف بتضحيات الأجداد؟ أنا لاحظت مثلا، لاحظت بداية الحراك يعني بفخر وبفرح، يعني تناقص انعدام، يعني في واحد لافاز حبست الحركة، ولكن منذ شهر عادت، يعني وهذا دليل مؤسف لعودة اليأس. الحركة يعني انخفضت لأن الشباب بدأوا يقتنعون أن هنا يمكن أن نصنع مستقبلنا، وهم على حق في ذلك. عندما نرى أن الذين فجروا ثورة 54، عندما ترين صورهم وترين مثلا القيادة في 62، من لا يعرف السياسة عندما يرى صورتهم يعتقد أنها فرقة موسيقى تاع لي روكور صغار. اليوم هذه الفئة غير موجودة. كيف لهذه الفئة، كيف لديدوش مراد الذي كان ابن 25 سنة أن يعني ينشئ سلطة وطنية تجاه يعني أعتى قوة استعمارية وينجح في وينجحون في الوصول للاستقلال، ثم هذا الجيل يهمش؟ يعني هذه مسألة أظن من بين الأشياء القريبة التي يجب أن الجزائر تصل إليها، هو الشباب يأخذ السلطة. حتى نحن يعني جيل وسط نفضل هذا الجيل، والشباب تعلم كثيرا في العراق رأيناه، وعندما نخرج يعني إطارات في فرنسا، في الخليج، في النرويج، في كندا، يعني كل الذكاء، كل الشباب لا يمكن أن يجد منفذا له في بلاده إلا إذا خرج إلى يعني ليخدم دول أخرى. يجب أن تنتهي أيضا هذه يعني المسألة. سيد أوبترون، هل تعتقد بأن الشاب الجزائري اليوم مشبع بالمعارف التاريخية حول تاريخ البلد؟ أنا صدفت، أنا لأني أهتم بالتاريخ، وحتى يعني أصدقائي يقولون لي أنت تتكلم كشيخ حكايات قديمة وانتهى الأمر، ولكني في الحراك يعني في يوم في مسيرة سمعت شابان يغنيان فداء الجزائر. أحدهم يعني عنده تقريب منقوشة فيه، قلت هذا، قالوا هالو، يعني ما استصغرته، تبعتهم ثم سألته لمن هذه، قال لي مفدي زكريا، قال كذا. حتى قلت له أني أهتم بالتاريخ، واتضح أن يعني أحدهم جده من أوائل الشهداء الذين سقطوا يعني في 39، مات في سركاجي. فيعني اندهشت عندما أرى شعارات التي تقال مثلا يا علي عمار أو حاسبة، سمعوا يا ناس ديدوش، خلوا صايا، يعني لي بورتريات تاع بن بولعيد، تاع عبان، تاع ميروش. هذا الشعب، الطلبة دائما يخرجون ب يعني بصور ستة بطالب عبد الرحمن الذي يعني قضت عليه السلطة الاستعمارية بالمقصلة. وجدت أن ما كنت أتوهمه، يعني أظن أن التناول الديماغوجي للتاريخ ترك هؤلاء الشباب يبدون يعني نافرين ولهم الحق، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقيقة التاريخ سنجد يعني
شبان مستعدين للشهادة مثل الشهداء الذين يحملون. أشكرك جزيلا الشكر سيد منتصر أوبترون، صحفي مهتم بالتاريخ، على حضورك وعلى كل التوضيحات التي تقدمت بها. أكيد مشاهدينا نهنئ الشعب الجزائري بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.